السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخبارك يا أخوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخبارك؟ تمام، رجعت لكم اليوم مقطع جديد، اليوم مش مقطع ميمز. لا تنسوا لايك واشتراك، حسابات الفيديو تحت صندوق الوصف، سويت في تويتر يعني، بس متفاعل عليه كذا شوي، تويتر اللي قبل ولد الحرام سكروا اليوم، قال أنا حسابي اخترق ما أدري وش فيه، لكن صار نزل تقريبا بأربع ساعات تقريبا حول 1000 وشوي تغريدة كذا، فنحضر، طبعا كانت تغريدة مسيئة، فنحضر وسويت واحد جديد. يلا يا ليتس جو، قدم ساحة. سمعيني شيلة، ما حصلت أي أغاني شيلة؟ في موسيقى غيرها تبي تسمعها؟ تبغى تسمع نيو ايجنت ريلاكسيشن؟ لا، وش ودك أشغل؟ خالد عبد الرحمن. هذه محطة بناء على خالد عبد الرحمن. سمعيني. هذا خالد هذا تصرفين. هذول اتوقع الكراد، اتوقع كذا هي الغنيه حقت الكراد، بس اتوقع انهم كراد. الغامش لا الحلبي حلبي عمك لا عادي رده ما في رده خيار رده ليمون رده في رده في رده واحد رده جيب رده واحد رده تو ميرنده ليمون رده اده ليمون عادي رده في رده واجد زين رده اده خيار ما في رده انا قلت فواز حصل اريد مشاكل، انا ما عندي مانع امشكل، بس ما بس مشاكل ما اريد اسوي قوه، هي بس اسوي مشاكل قبل تفتر على حيدر، انت ما تقعد راحه وانتهيش وانتهيش ويطلعون من الباب يا حبيبي. وش اللي سد الباب؟ فلشت ام هاند. سد الباب وين؟ ماما كنت انت رايحه عرس. جيتك يا ماما راح ادفنك، علمك شلون اروح العرس. اذا صار عندك فلوس ما تعرفين توفرها. شاهي ها عطنا شاهي ها عطنا شاهي ما اسمع شاهي اي شاهي شاهي ايش تبي فيه ابنك راسك بني فاتح كنا عود انا الحركه هذه اكره اصلا ما في احد يحبها يعني وذا المصور صارت نفس الحركه وهذا الجالس غبي قم اطلع وحرام بالله ما عاد ادخل عليهم شفت قدام انتبهت وسيح انا استوعبت هذه اذا انشلعت راح تفضح استغفر الله انا عايز الحلقه هذه وكان الهدف اني ما اضحك لانه حسباني اني خلصت من زيت العالم وين شوفوا شوفوا ايش لقيت يا صغيره صغيره انت ابوك محرش على النبي يا
طبعا هذه الرسول امرنا ان نقتل هذه. ما ادري هي لها سالفة قديمة يعني، هي والعنكبوت كانت عكس، فاهمين؟ اللي عارف اصل العنكبوت يعرف عكسها. انت جدك محرش على النبي طاع. حرفيا ما اخذ الله يجاوب. لا مو انا والله، مو انا، انا هالشهر انا اهلي. لكن انا نفسي لا، انا نفسي لا، لكن انا يكرني يكرم. قدرات والله ما بيختبر الحين، يرحم امك. وقدرات ما بيختبر الحين، اذا ما تجهزت انا ما اقدر اختبر شيء. قصب عليه ما اسوي له، انه ما ادري ايش يصير. اسمع، شو تصير كورت بس رجلي. استغفر الله. عاد لما تصحى الصبح، طبعا انا قاعد اصور المقطع ده والساعه 12، ما ادري متى بنام، بصحى الساعه تقريبا 5:30، قصير زق وقتها صدق. طيب بدي اجيب لك الزريعه وراها. طب اسمع بس، خلينا نجيب شويه خشب لان الحيط كثير وسخه. ماشي. ليليان وامير، الف الف مبروك. ايش هاي؟ محمد 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 محمد. هي هذه ودع. جيب العصاي حرفيا. دبانه ويجيب العصاي. احسن احسن. هذه طبعا دينار اردني، الاردني الدينار الواحد على 5 ريال هنا، هذا ثاني كذا حول ال 1000 دينار حولها. هيو 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 هيو. يوه هي الركضه اللي بيصير وراها. عاد اذا كانت الدنيا برد ابلع، حرفيا ابلع. يلا باقي دقيقه وارتب. هذا بطل حرفيا، هذا بطل برد. ترى ما ذكرت ولا شيء، ها موضوع عندك. ما عليك ما عليك هواد، ذكرت كتاب كله يا عيال. لا سمح الله رسبنا وشي. ترى ابوي عنده بقاله اسمه ابو احمد، يشغلنا فيها عافيه. لا يا عمي ان شاء الله مهندس. ايه مهندس. بدا الاختبار. اول سؤال اول سؤال اول سؤال ايش؟ قانون تحت الف الف قانون نيوتن يا شباب. ما موجود. كيف؟ ها عندي سؤال ثاني انا. اوه نماذج. أنا مو دجلف، أنا باء، أنا جيم. قايل لك خلينا ذاك، قايل لك خلينا ذاك، لك أنت ما تسمع، مسوي لي فيها الدافور. دقيقة أقرأ السؤال الثاني، أقرأ السؤال الثاني. يقول لك كيف ينبت؟ يا عمي هذا مو في الكتاب. كيف هو موجود؟ كيف؟ والله كنت حاسب الأستاذ حاقد علينا. والله حاقد علينا. أنا ليش؟ يعني بالله بدون توتر، خلونا نركز. قول لي أنا سويت شيء. يا عيال الاختبار 20 درجة بس. والباقي مشاريع وواجبات. إي والله. والله صح. نسيت. والله. حليت الوجبات؟ حياكم الله فقالة يا ابو احمد. تعال شوف. يا عيال طلع على راسه. صار كيف صار؟ صار كذا راسه، ما ادري شلون، لكن يلا. اي بي سي دي يا استاذ. اي بي يا استاذ. اي سي يا سي دي يا دحلمني شح. اي بي سي دي يا دحب حب الله اكبر. اي اي يا استاذ. بي بي يا استاذ. سي لا تقول استاذ. سي دي 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 اي بي اي يا استاذ. احنا في عندنا واحد خفيف مره، خفيف بالفصل. مدري حس عادة كذا عنده، اول ما يخلص الجمله قال استاذ، او بدايه الجمله حسب امتى ما يبي يحط استاذ، بس مستحيل يخلص كلام ما قال استاذ ثلاث مرات. هذا يا عم بعد. يو حاسس ما عاد يجي ولا خلاص. سبحان الله، اثبتت الدراسات ان للخمر فوائد، من ضمن فوائد الخمر يمحو حب الشباب ويصفي البشره ويجعل في الجسم فتول ويحرق المعده ويحرق الكلى ويحرق في قبرك ويحرق في الاخره يا عدو والله. كذا اعطاه بلفه. هذول الناس ممكن تقنعك انك تبطل، مثلا مو يجيك واحد بطل ما ادري ايش بطل، والله ترى ما يبطل، لا تخصب احد، اعطيه بلفه وفهم انه حرام بدون ما تقول له انه حرام، صدقني يبطل. ابو يزيد مراحل. اي مراحل. الاعمار 20 سيارتك والله تقيمتها ما هي حلوه وتنزل.
لا تسوي التلميح عمي حلو حق السيارات حق السيارات واللي عمره 30 طن طن سنين الثانية اللي سنين مطارات حق المطارات بس حجزوا واللي عمارهم 40 زي عيال في الاستراحة الحين حق مشاكل أسرية واللي عمره 50 حق بنيان مقاولات حدادك ما هو زين جبل حداد المصري ما ادري حد واللي عمره طول عمرك شو اسمه 60 هذول اللي طول عمرك هرجته طول عمرك كلها في الزواج اخذت الثانيه ما اخذت الثانيه قلقها ما تصل واللي عمره 70 اللي عمره 70 وش سوى ليش والله اخ غيرت العلاج غيره ما يصلح ما يصلح العلاج هذا وكل ما جاء احد لا لا ابشرك انك طيب ابشرك انك طيب خلاص يا الحركة هذه ما هي حلوة مرة ترى ممكن يرصه مرة يقطع له يقطع له وتر ما يجيب عيال أنا خالي لا شغلة في دي يوه يو يا عيال استغفر الله العظيم أذكر كان بفسخ أخوي لا مو يفسخة يعني بيفتح له الحوض يا عيال بيفتح حوضه هذه يسمى فتح الحوض ما الا فتح حوض اخوي الحمد لله انك ما فتحت الحوض كان بعدين خالي هو يشتغل عند نادي خاص وعنده حق فتح حواض ولد يقولون يسوي برجله كذا اللي هي عند راسه وين يا ابوي والله ما اسوي له وانا ما ادري وش لو اني اصير كذا باتمان على قفله ايش دخل باتمان ما ادري ما اسوي له ما ادري وش اسوي اوكي ولا هنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه لا تنسوا لايك واشتراك حسابات موجوده تحت صندوق الوصف اذا عجبتكم اكتبوا تحت عجبتكم وكثر منها بتصير مقاطع الثلاثاء ميمز بس ثلاثاء ميمز الاحد ما اقدر اغير ابدا الثلاثاء انا ما عندي محتوى ما ادري ايش قاعد اسوي قاعد اهبد اي شيء بس اذا عجبكم الميمز قولوا لي اسوي ميمز وخليه ميمز اوكي يال بس الله بسو ماتش ما تشتغل المهم انه يا مع السلامه يلا باي